يعني هاد المدارس يعني اللي هي غير معروفة بزاف، بحكم ان شحال واحد كيقول لك انا ما عمري ما عرفت هاد المدارس كاينه. لا، هاد المدارس كاينه، ان دائما خصوصا في هاد الشهر هذا، يعني ارسال الطلبات من بعد انا غادي ندير لكم في الوثائق المطلوبة. والجميل في الامر ان هاد المدرسة راه ممنوع انك دير دوك القصات ديال الشعر اللي كنشوفوا حنا هكا دابا، يعني هاد المستوى التسيب اللي كنشوفو في الشارع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. غادي نتكلم يمكن في واحد الموضوع اللي أنا كيعجبني بزاف، نتكلم على واحد يعني جوج ديال المدارس يعني ذات طابع عسكري في المغرب، لكن كتعنى يعني بتعليم يعني للأطفال من السادس، يعني مباشرة من بعد كينجحوا في الابتدائي كيبداو التعليم الإعدادي في هاد المدرسات بجوج. الثانوية العسكرية الأولى الموجودة يعني في القنيطرة طبعا، والثانوية العسكرية الثانية للفتيات موجودة بإفران. يعني هاد المدارس يعني اللي هي غير معروفة بزاف، بحكم ان شحال واحد كيقول لك انا ما عمري ما عرفت هاد المدارس كاينه. لا، هاد المدارس كاينه، وكيدخل لها يعني ابناء العسكريين والمتقاعدين وعموم الشعب المغربي، حتى المدنيين يمكن لهم يصيفطوا الابناء ديالهم يقراو فيها. لكن شنو الشروط؟ الشروط يعني بسيطة جدا، ان دائما خصوصا في هذا الشهر هذا يعني ارسال الطلبات من بعد انا غادي ندير لكم في الوثائق المطلوبه، ان هاد الوليد ولا بنت كيكون كيقرا مزيان كيجيب معدل مزيان في الدوره الاولى، لان دائما كيدفع البيان النقط ديال الدوره الاولى كترسل عبر البريد لا تسلم باليد، يعني هذا يعني عبر البريد كترسل لهاد المدارس. المدارس يعني انا يعني العلم ديالي انني يعني تعاملت مع الثانويه العسكريه الاولى اللي في قنيطره، يعني في واحد مستوى راقي. هذه المدرسه هذه يعني مستوى يعني راقي وراقي جدا، يعني فيها ناس اكفاء، الناس لهم يعني من الحكمه في التصرف مع هاد الوليدات الصغار. يعني تصور هذا الطفل يعني كيمشي 13 عام يعني 12 عام، تصور انك يعني بعيد على عائلته، يعني راه داخلي يعني كيجلس تما كياكل يشرب تما يعني كيقرا تما يدير الرياضه يدير كل شيء. يعني كيفاش تستوعب انت؟ يعني هنا كيبان على ان كاين واحد المجهود كبير كيقوموا هاد الاطر بمعيه المدير ديال المدرسه مشكور من هاد من هاد من هاد المنبر هذا. انا ما غاديش نذكر انا اسماء، لكن والله عملهم يشرفهم، وعملهم يعني يظهر مدى الكفاءة والنزاهة والشفافية اللي كيتمتعوا بها. طبعا هاد الوليدات كيمشيو صغار، يعني راه صعيب ان الولد صغير ويكون بعيد على عيلته في مدينة اخرى يقرا ينعس تما ياكل تما، يعني البرامج كلها يديرها يعني بواحد النظام عسكري، ان هاد الوليدات منضبطين لواحد الدرجة كبيرة. والجميل في الامر ان هاد المدرسه راه ممنوع انك دير دوك القصات ديال الشعر اللي كنشوفوا حنا هكا دابا، يعني هاد المستوى التسيب اللي كنشوفوا في الشارع. لا، هاد الوليدات كيديروا يعني يحسنوا شعرهم بواحد الشكل معقول، يعني منضبطين، ممنوع يلبسوا دوك السراول اللي كتشوفوا هكا مقطعين، يعني كنشوفوا هاد الوليدات في الشوارع. لا، عندهم اللبسه موحده، وحتى ملي كيكون خارج اجازه غادي يمشي لدارهم ممنوع يخرج من تما بشي السروال او لا بشي حاجه غير لائقه، كيخرج بواحد اللباس محترم. هنا هاد الوليد كيتعلم الانضباط، كيتعلم الاخلاق، كيتعلم الاسس ديال التعامل مع الوقت، انه كينوض في واحد الوقت معين، كيمشي يقرا في واحد الوقت معين، يدير الرياضه في واحد الوقت محدد، ياكل في واحد الوقت محدد، حتى ليتود ديال الليل كيديروها في واحد الوقت محدد، مباشرة كيمشيو ينعسوا في وقت واحد وكينوضوا في الصباح في وقت واحد. هذا يعني ما يمكن الا يعطي واحد يعني واحد الحافز، واحد الانطلاقة لهذا الطفل، انه غادي يعني غادي يكبر في واحد الجو يعني رائع من الانضباط وهذا. وراه تبارك الله انا كنت حضرت واحد العام في احدى الحفلات نهايه السنه،
راه ما شاء الله الناس دايرين واحد الجمعيه ديال القدماء هذه المدرسه هذه، كنتكلم على ديال قنيطره بحكم انني يعني مشيت لها، يعني قدماء الموظفين كبار في الدوله اللي تخرجوا قراوا في ديك المدرسه ما شاء الله، وكيجيبوا جوائز وكيحضروا في الحفل وكيحضروا ضباط سامون من القياده العامه للقوات المسلحه الملكيه والدرك، يعني والناس كثار اللي كيجيو يحضروا، وحتى الوالي ديال مدينه القنيطره، يعني بزاف ديال الناس اللي كيحضروا لديك الفعاليات هذيك، كيكون واحد الجو رائع وكتعطي يعني جوائز قيمه للمتفوقين. راه الغريب في الامر انا حضرت ديك السنه، يعني اخر واحد اخر نقطه في امتحان البكالوريا جاب 14، يعني راه شيء كبير، يعني الاول في البكالوريا يعني تقريبا 19 والاخر واحد 14، هذه واحد الميزه كبيره لهذه المؤسسه هذه اللي انا كان دائما كنحيي الاطر ديالها والمسؤولين ديالها على انهم يمشيوا دائما في هذا النهج هذا، يعني شيء كبير وفخر بالنسبه للبلاد ديالنا. وكذلك المدرسه او الثانويه العسكريه ديال الفتيات افران، يعني راه تخرجوا منها اطر كبار يعني ما شاء الله، يعني في نفس غاديه في نفس النهج ديال الثانويه الاولى، ان نفس البرنامج نفس النظام نفس التعامل، الاساتذه اللي كيقريو تما يعني عندهم واحد الكفاءه عاليه وعاليه جدا في جميع المواد، يعني هاد الشباب يعني ما شاء الله يعني كيطلعوا يعني بواحد التكوين جميل جدا. انا دائما كنشجع الناس انهم يقدموا الطلبات الدولي ذاتهم اللي عارفين فيهم الكفاءه وعارفين عندهم يعني معدلات، لان اكيد راه الامتحان كيدوز في واحد الشفافيه مطلقه، ما يكونش عندك ادنى شك انك غادي تصيفط ولدك لتما وينجح بشي طريقه يعني غير الطرق القانونيه اطلاقا ابدا ابدا ابدا. انا كنقول هذا الكلام يعني شهاده اقولها ولا اخشى فيها الا الله عز وجل، دائما هاد المدرسه هذه او الثانويه هذه راه فيها من الكفاءه يعني والنزاهه والشفافيه الشيء الكثير. اذا ما ترددوش، يعني اللي عنده الرغبه ان الوليد ديالو يكون من ضمن الناس ان شاء الله في الموسم المقبل، ما عليه الا يعني يوجد الوثائق اللي غادي نحط اكيد في اخر هذا الفيديو. ونتمنوا التوفيق للجميع، وكنحيي دائما المدير ديال هذه المؤسستين بجوج، المديرين والاطر التربويه وكل من يسهر على راحه وتعليم هؤلاء الاطفال طبعا، والله ولي التوفيق وشكرا للجميع.